هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، بسعد بصحبتكم مرة تانية ونعود للقاء كل أربعاء بعد شفاء حقيقة الحمد لله من كورونا أو كوفيد 19 والغياب لمدة 3 أو 4 حلقات. الحقيقة يوم الأربعاء له سمت خاص لأن دايما بيكون في ضيافتي في هذه الفقرة التي أقدمها في البيت الكبير عبر شاشة قناة النادي الأهلي قيمة رياضية كبيرة في مجال الإدارة والاستثمار، أحد رؤساء الأندية الكبيرة. نتحدث عن الوسط الرياضي، عن الاستثمار في مجال الرياضة، عن كرة القدم يعني وما لها، كيف يمكن أن تكون سبب الحقيقة في وحدة الصف بين جماهير الأندية المصرية بعيدا عن مناكفات الجماهير الحقيقة والمنافسات المختلفة. النهاردة حلقتنا مختلفة ومتميزة جدا لأن هي في ضيافة رجل الحقيقة عرف بالانضباط والنجاح الإداري والمالي، ثم كانت له تجربة رائدة ورائعة مع نادي مصر المقاصة، وصلت إلى حد مشاركة نادي مصر المقاصة في أدغال إفريقيا من خلال مشاركته في بطولة الكونفدرالية. النهاردة سنسعد في حوار مطول مع السيد اللواء محمد عبد السلام رئيس المقاصة، اللي برحب بيه. اهلا وسهلا يا فندم، برحب بحضرتك وبشكرك على تلبيه الدعوه وعلى السهر وعلى الوقت. الحقيقه يعني في اول ظهور على شاشه قناه الاهلي يعني ما اقدرش اتاخر عن النادي الاهلي. النادي الاهلي ده يعني ياما له افضال علينا كلنا. ربنا يكرمك سيد الله محمد. الله يخليك. الحقيقه انه مجلس اداره النادي الاهلي على بر العصور يعني، لكن يمكن مجلس الكابتن محمود الخطيب مهتم جدا بفكرة مد جسور التعاون والعلاقات الطيبة مع كل الأندية. أنا أعلم أنه في علاقة طيبة بين الناديين وبين الإدارتين والقيادتين، يعني شايف حضرتك هذه الخصوصية إزاي مع النادي الأهلي في العلاقة يعني بين مصر المقاصة والنادي الأهلي؟ الحقيقة العلاقة مع النادي الأهلي علاقة من حتى من قبل الكابتن الخطيب. الكابتن الخطيب العلاقة بيني وبينه يعني من قبل ما يبقى في المجلس الإدارة علاقة قديمة. إنما ما أنا علاقتي بالزملاء اللي في الأندية كلها يعني صحيح. النادي الأهلي خاصة صحيح. علاقة طيبة جدا لأن يعني إحنا لازم نحترم بعض صحيح. ولازم نتعاون مع بعض ولازم نسند بعض، لأن يعني لازم يبقى فيه بيننا وبين بعض نوع من التعاون القوي اللي فيه مصلحة كل الأندية صحيح. مش من مصلحة الأندية أن يبقى فيها خلافات وصراعات لأن إحنا صراع في الملعب بالزبط. وده مش صراع، ده تنافس يعني ده تنافس في الملعب، ده تنافس كلنا بنرغب في ان احنا نكسب، لكن ده لا يمنع اطلاقا من ان تبقى العلاقه اللي بيننا وبين بعض علاقه طيبه وعلاقه مبنيه على الاحترام ومبنيه على الحب. ده اساس الرياضه اصلا الغرض منها يعني. الحب بيخلق المعجزات. الحب بيخلق المعجزات، ودي تجربتي في الحياه. الحاجه اللي طلعت بيها من حياتي أو القيمة اللي أنا حسيت بيها إن الحب له تأثير شديد جدا على علاقات البشر ببعضها، اللي بتأدي في النهاية إلى يا إما الناس دي تنجح لو في حب أو تفشل صحيح. فالحب حتى للحاجة اللي أنت بتعملها، يعني مش لازم حب الأشخاص لبعض، حب عملك، حب المكان اللي انت فيه، حبك لزمايلك، علاقتك بيه، ده بيخلق بيئة مواتية للنجاح وسلام اجتماعي غير عادي الحقيقة للشخص. لا ده دي ما فيهاش مناقشة. والحقيقة حضرتك أكدت ده في علاقاتك وفي كل ممر من مواقف وحتى في تصريحاتك، يعني سيادة الإمام محمد قلت إنه مصر المقاصة علاقتها بالقلعة الحمراء مبنيه على الاحترام والتقدير طبعًا وانه طبعًا. في خصوصيه في العلاقه مع كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، كل اعضاء مجلس الاداره اصدقاء وحتى الجماهير يعني يعني انا يعني شوف حضرتك، هو اي واحد بيتعامل مع الناس باحترام الناس بتحترم. صحيح صحيح. يعني هل صحيح انه كان في تصريح لسيادة الإمام محمد عبد السلام بيقول فيه انه بيفضل التعامل مع اداره النادي الاهلي في البيع والاعاره والتعاون يعني في مجال الرياضه والصفقات وخلافه نظرا لجديتها
كان سياق التصريح ده ايه ان كان تم من حضرتك؟ يعني انا ما انا طبعا ما اقدرش انكر ان الاسلوب التعامل في النادي الاهلي والجديه مش عايز اشك انها موجوده اكتر من اماكن اخرى. تمام. اما معظم الانديه يعني ملتزمه وكل حاجه، لكن احيانا بتحصل بعض الحاجات اللي ممكن تعمل مشاكل، لكن الحقيقه انا ما لم اجد اي مشكله في التعامل في النادي الاهلي، دي حقيقه. ما وجدتش اي مشكله، في شيكات بتدفع في توقيتاتها، التزامات ما حدش بينكرها. اخر حاجه يعني وانا ما اقدرش يعني انكر سعادتي بيها، احنا اخر لعيب دينا للنادي الاهلي كان محمود وحيد. صحيح. وكان في العقد بتاعه انه لو لعب عدد معين من الماتشات يبقى النادي الاهلي يدفع للمقاصة 5 مليون. وبعدين الراجل المالي اللي كان موجود في النادي مشي ومبقاش موجود ومحدش عارف العقد وبتاع. في مصر المقاصة. فالنادي الاهلي يبادر بالاتصال. النادي الاهلي هو اللي بيبادر بالاتصال، يا جماعه انتوا لكم عندنا 5 مليون. فقال له بتوع ايه؟ قال له بتوع كذا 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 كذا. فابتدى ندور على العقد. طلع العقد ولقينا ان في بند، يعني بند في العقد متعلق متعلق. لو ما يعني فده حاجه يعني ذات قيمه، يعني حريص على حقوق الاخرين كحقي تماما. بالظبط. فمش عايز اشكر ان الواحد انا الحقيقه سعدت جدا كمان بمتابعه حضرتك وحرصك يعني على متابعه حتى النادي الاهلي. حضرتك بتسالني قبل الهوا مين رئيس بعثه النادي الاهلي الى السودان لمباراته المهمه مع الشقيق المريخ. قلت لحضرتك الاستاذ خالد درندلي، يعني الكابتن بحرص دايما انه مجلس الاداره هو شخصيا يحد من الناس القدامى في المجلس. بالظبط. عشان يكون في دعم للاعبين وكده. فواضح ان حضرتك متابع كمان المنافسات والبطولات ومشاركه الاهلي في بطوله افريقيا. شوف حضرتك، خلينا نعترف ان هناك قمتين في مصر، الاهلي والزمالك. ما نقدرش ننكر اطلاقا حق الزمالك في انه يبقى القمه الثانيه في طبعا مصر. اللي هم دول اللي منورينا في افريقيا، اللي عاملين لمصر والكوره في مصر قيمه جميله وتواجد مخلي الناس كلها بتخاف. صحيح. حتى بتخاف من المنتخب، وهي يعني وارد ان المنتخب كانت الماتشات اللي فاتت بتاعته كانت سيئه عدا الماتش الاخراني يعني. لكن وجود النادي الاهلي، وجود نادي الزمالك في البطولات في الافريقيه ده بيسعدنا كلنا. يعني لو انا مش زملكاوي هبقى سعيد بنادي الزمالك، لو انا مش اهلاوي هبقى سعيد بالنادي الاهلي، لانه بيمثل في النهايه مصر. طبعا. يعني طبعا. احنا ناس كلنا يعني كل المصريين بيعشقوا مصر. فأي واحد أيا كانت هويته إيه هيبقى بيشجع النادي اللي بيمثل مصر في أفريقيا. طيب حضرتك رجل إدارة واستثمار ومال بالأساس إن صح التعبير، فوز الأهلي ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة دوري أبطال أفريقيا ومشاركته في كأس العالم للأندية وحصوله على البرونزية، برأيك استثماريا يعني مدى الإضافة اللي يضيفها النادي الاهلي؟ النادي الاهلي لو انا اتكلمت مع اخويا الكابتن محمود في الموضوع ده من فتره يعني، وقال لي يعني ان احنا هنبتدي نخطط نشتغل في الموضوع ده. الحقيقه مصر مقاصه يعني، معلش انا قبل ما هتكلم عن الاهلي احنا عندنا ملف كبير عن مصر المقاصه وهنشوف تقرير قبل لكن مهم الاستهلال اللي حضرتك مصر المقاصه مين كان يعرفها في مصر؟ ولا حد. صحيح. غير عدد من بعض الناس اللي بيشتغلوا في البورصه ولهم مصالح مع شركه مصر المقاصه، فعلشان كده يعرفوا
مين مصر المقاصة وبتعمل ايه مصر المقاصة. صحيح. ناس كتير قوي مش عارفه الشركه دي بتعمل ايه اصلا. اللي عاملين في مجال المال والاستثمار عارفين في شركه ماليه بس. ايه اللي عرف مصر النهارده كلها وانا موجود في اي مكان في مصر الناس بتقول حضرتك من المقاصه الكور النادي ده على مصر المقاصه اللي هي قد كده كانت بالنادي الاهلي. طب النادي الاهلي بقى بحجمه سمعته بطولاته تاريخه من 1907 لا طبعا يعني هو مش محتاج شهرة أكيد. إنما تخيل حضرتك لو اعتمد على هذه الشهرة وعمل شركة لكرة القدم. وده يعني بيتم في يعني في خلال في غضون شهور ان شاء الله. هم ماشيين في الطريق ده يقدر يعمل يبني الاستاد اللي هو عايزه. صحيح. بدون ما ياخد مليم قرض من بنك من البنوك ولا يحتاج تمويل من اي حد. هو يقدر يعملها. الرياضة اصبحت صناعة. لا مش اصبحت هي بقالها فترة زمنية طويلة هي صناعة. انا من يوم ما توليت المكان ده وانا بقول يا جماعه الكوره صناعه. صناعه استثمار صناعه محتاجه اداره محتاجه استثمار محتاجه تسويق. صحيح. تلت ارجل بتستند عليه هذه الصناعه. اداره استثمار تسويق. اداره حسن اداره استثمار ازاي تفكر بالعقليه الاستثماريه اللي تعود على النادي بـ بـ بالفايدة. التسويق لأن مهم قوي أن الـ النادي يسوق منتجاته. منتجاته اللي هي لعبته. صحيح. صحيح. المنتج بتاعه اللي هو اللعيب بتاعه. فإحنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا من البداية في أن إحنا ناخد هذا المنهج. ونشتغل بمنهجين بخطين في خطين متوازيين. خط الاستثمار والخط الثاني اللي هو الخط الفني ان احنا نحط نفسنا ضمن كبار الانديه اللي في السوق المصري. حضرتك قلت ان احنا لعبنا في الكونفدراليه. صحيح. مش بس الكونفدراليه احنا لعبنا في بطوله افريقيا في السنه اللي طلعنا فيها الثاني على الدوري اللي كنا بننافس فيها النادي الاهلي لغايه قبل. صحيح. الدوري ما يخلص بثلاث ماتشات. صحيح. وطلعنا التاني سبقنا لكل الأندية الأخرى. ده كان أفضل مركز تحقق في الدوري يا ست الأخرى بالنسبة لنا. طبعا. ولعبنا في بطولة أفريقيا. الكلام ده مش من فراغ. الكلام ده نتيجة تخطيط. ده نتاج جهد وعمل وإدارة وتخطيط طبعا سليم. طب في عائد جالنا؟ طبعا في عائد جالنا. عائد اسم النادي بقى ايه في السوق العالمي او في السوق الاقليمي او في السوق الافريقي. طبعا. له بقى له اسم ما حدش كان يعرفه قبل كده. ف يعني الاستثمار ده يعني احد اساسيات صناعه كره القدم. هنتكلم بالتفصيل لو تأذن لي سيادة الأمير محمد، بس هستأذن حضرتك والسادة المشاهدين نشوف هذا التقرير عن نادي مصر المقصة ونعود لكثير من الملفات المطروحة للنقاش في هذه الليلة مع السيد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقصة. نتابع التقرير ونعود مشاهدينا الكرام. نهضة كروية لافتة منذ ظهوره على خريطة كرة القدم المصرية. نجح نادي مصر المقصة في أن يصبح أحد الفرق الكبيرة الجديرة بالاحترام والتي تقدم كرة قدم رائعة ومتميزة، وغالبا ما ينهي الموسم في أحد المراكز الجيدة في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز. وكان وراء ظهور مصر المقصة بهذا الشكل اللافت عدد من الشخصيات البارزة الذين اجتهدوا لوضع النادي بين مصاف الكبار في مصر، وعلى رأس هؤلاء اللواء محمد عبد السلام
رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقصة، صاحب الرؤية الرياضية والاقتصادية الرائعة، والرجل الذي يتمتع بشعبية كبيرة في الوسط الرياضي وقبول واسع نظرا لما حققه مصر المقصة من نجاحات لافتة منذ أن قاده من دور المظاليم إلى أن أصبح أحد المنافسين على مراكز القمة في البطولات المصرية المختلفة، ونجح في المشاركة في البطولة الكونفدرالية الإفريقية. تأسس نادي مصر المقصة عام 1988 في محافظة الفيوم حيث مقر شركة مصر المقصة، ونجح في الصعود للدوري الممتاز موسم 2009-2010، وقاده مدربه السابق إيهاب جلال للتأهل إلى البطولة الكونفدرالية الإفريقية في عام 2016، حيث عانق النادي أبرز نتائجه تحت قيادة إيهاب جلال قبل أن يرحل هذا الشهر عن تدريب الفريق ويتولى مسؤوليته ابن النادي الأهلي السابق محمد عبد العظيم عظيمة. كما نجح مصر المقصة في إنهاء بطولة الدوري الممتاز موسم 2016-2017 في المركز الثاني خلف الأهلي، وتأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2018 لأول مرة في تاريخه وسط دعم لا محدود من عاشقه محمد عبد السلام. ويرتبط نادي مصر المقصة ورئيسه محمد عبد السلام بعلاقة قوية ومتميزة منذ ظهوره مع النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب. وفي العام الماضي احتفل النادي الأهلي بعد تتويجه بطلا للدوري المصري الممتاز، وصنع لاعبوه ممرا شرفيا في استاد القاهرة للاعبي الأهلي، وقدموا لهم الورود بعد فوزه بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخه. كما أقام مجلس إدارة نادي مصر المقصة في صالة كبار الزوار باستاد القاهرة احتفالية بسيطة لمسؤولي النادي الأهلي المتواجدين في المباراة، وذلك في ظل العلاقات الطيبة والتقدير المتبادل بين مجلسي إدارتي الناديين. طيب رحب بحضراتكم مجددا. تقرير الحقيقة بيرصد النجاحات المتتالية لنادي مصر المقصة وعلاقته المتميزة الحقيقة بالنادي الأهلي. سيادة اللواء محمد، فكرة الممر الشرفي كأول نادي يقدمها في لافتة رائعة الحقيقة، الفكرة جات ازاي؟ ولا حاجة، احنا يعني بصراحة يعني ما هي مش فكرة من بنات افكارنا، لكن بأمانة شديدة احنا شفناها في الملاعب المصرية، في الملاعب في الدوري الانجليزي تحديدا. لما اتعمل برضو ليفربول ممر شرفي، بالضبط اتعمل له ممر شرفي. طب ما النادي الأهلي كسب الدوري، طب ما ودي أول ماتش بعد ما لنا معاه، فلا نعمل الممر الشرفي، لأن دي بتبقى هي حاجة يعني معنوية صحيح أكتر من حاجة، بتعبر عن الروح الرياضية والعلاقات الإنسانية المتميزة يعني بين اللاعبين وإدارة الأندية المختلفة وكل عناصر اللعبة والمنظومة. طيب اخبار حضرتك الممر الشرفي ده كان بعده مباشرة المباراة اللي كانت بيننا وبين النادي الأهلي. بالظبط وده كمان بيدي فرصة ان احنا بنلفت نظر الناس ان احنا نقدر نعمل حاجة كويسة وتؤسس لعلاقات متميزة بين الأندية. بالظبط. طيب الإدارة، التسويق، الاستثمار، دول أجنحة صناعة الرياضة زي ما حضرتك تفضلت. ازاي نجحوا مع اللواء محمد عبد السلام مؤخرا في هذا الموسم بالذات والموسم الماضي في ظل جائحة كورونا في مواجهة أزمة قلة أو ندرة أو نقص الموارد المالية؟ الحقيقة ما أقدرش أنكر إن المجموعة اللي موجودة في النادي مجموعة متألفة جدا، ومجموعة بتحب بعض وبيحبوا المكان، فكانوا متعاونين جدا ومتقبلين إن فلوسهم تتأخر، متقبلين يعني حتى لما أحب أتكلم مع حد أعتذر له يقول لي ما تعتذرليش، ما احنا كلنا في مركب واحد، شايفين كلنا شايفين، واحنا عارفين إن انتوا لما
كانت الظروف كويسه من وانتم لسه احنا بنتعامل معاكم دلوقتي. احنا بنتعامل معاكم قد ايه؟ احنا ياما خدنا اكتر من حقنا. فحتى اللاعبين وده الحقيقه الواحد يعني عندهم ثقه في ادارتهم ومقدرين الظروف اللي الظروف العالم كله بيمر بيها. بالظبط بالظبط. ال 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 المجلس الاداره وحضرتك شخصيا هل بيبقى في تدخل بصفه حضرتك رجل استثمار وتسويق في قرارات الجهاز الفني في اختيار لاعبين في الاستغناء عن اخرين خالص. في بيع في شراء وده احد صفقات ده احد انا بعتبر ان ده احد اسباب النجاح. في فصل خالص احنا في شغلنا مدي لكل واحد شغله وانا لا اتدخل فيه. الراجل المالي هو اللي مسؤول عن الماليه، انا لا اتدخل معاه، انا اشوفه بيعمل ايه واشوف من بره واوقع لكن لا اتدخل اطلاقا الا لو لقيت فيه حاجه. في المدير الفني له كامل الحريه مطلق الصلاحيات وما حدش يعني انا بحميه حتى من تدخلات بعض الناس اللي بتبقى موجوده ولها عندها امل انها تنصح لا مش عايز حد ينصح. نسيب الراجل يشتغل ويفكر هو. عندنا احنا ثقه فيه ما اخترناه كان عندنا ثقه فيه وجبناه نسيبه يشتغل لا نتدخل وما لا نتدخل اطلاقا. والسياسه دي بتؤتي ثمارها دايما سيادة الإمام محمد؟ انا من وجهه نظري اتت معانا ثمارها. يعني على مدار السنوات اللي فاتت لم نقم اطلاقا بالتدخل مع اي مدير فني وكنا بنسيبه يشتغل زي ما هو شايف ايا كانت نتائج الفرقه. حتى لو نتاج الفرقه السيئه حساب في نهايه الموسم يعني يا اما هو نفسه بيخجل لو لقى النتائج بقت سيئه قوي فبيخجل ويقدم استقالته. يا مجلس الاداره بيتدخل في الوقت المناسب. احنا ما بنتدخلش. طب سياسه الـ اختيار اللاعبين خصوصا من الدرجه الاولى واللاعبين المغمورين ثم صقلهم وبيع بعضهم في اطار الاستثمار والاداره اللي بنتكلم عنها عندنا دي سياسه بقى كشافين. عندنا كشافين طبعا. عندنا كشافين شغلتهم انهم يروحوا يتفرجوا على ماتشات الدرجه الثانيه والثالثه ويشوفوا ماتشات الفرق كلها ويختاروا اللعيبه ويخلوا المدير الفني يشوف اللعيبه وهو الذي ياخذ القرار. انا موافق على اللعيب ده يجي او انا مش موافق عليه. مش موافق عليه خلاص، موافق عليه نبتدي نشتغل على النادي اللي منه اللعيب ونتفاوض معاه ونتفاوض مع اللعيب لغايه ما ناخد اللعيب. في بعض المديرين الفنيين زي كابتن ايهاب جلال بيحب النوعيه دي من اللعيب، اللاعبين المغمورين اللي جاي عنده طموح. بالظبط. وعايز يطور من نفسه، جعان كوره وعنده طموح وعايز يطور من وعايز يظهر وعايز يلعب في الاهلي وعايز يلعب في الزمالك وعايز يلعب في بره. فرصه اللعب في مصر المقاصه فرصه مهمه جدا. يتشاف من اي نادي في الانديه يتشاف، بس عايز يتشاف في الدوري. واحد زي الكابتن ايهاب يعني ده مثال. كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال بيحب النوعية دي من الناس اللي عندها جوع كورة وعنده التزام. مش لازم يكون نجم بس هو عنده مقومات لا يقدر يوظفها ويساعده ويستفيد منه في الملعب بشكل كبير جدا. النجوم اللي بقت نجوم ما كانوش نجوم. صحيح، ده طبيعي. ما أي حد لسه عنده زي ما بنقول لسه صغيرين مهارة أساسية ومهارة مكتسبة وقدر يوظفهم التوظيف الجيد وفي الأماكن اللي تتناسب مع إمكانياته وطلع مجموعة لاعبين. الحقيقة أنا ما أقدرش أنكر طلع مجموعة لاعبين النادي الأهلي خد منهم عندنا جزء كبير يعني أحمد الشيخ على ميدو جابر على حسين الشحات على هو صحيح حسين شحات محمود وحيد يعني حسين راح العين الاول راح العين لكن هو ابن مصر المقاصه طالع من مصر المقاصه يعني. فهو صفقه العين بيننا وبين العين دي كانت صفقه
ما كناش نحلم بيها يعني. يعني صفقة فرقت معانا كويس قوي يعني. فمش عايز أشك إن اللعيب بيحب بقى يجي يشتغل مع المدير الفني اللي عنده القدرة. في بعض المديرين الفنيين يقول لك لا أنا عايز لعيب جاهز زي الأجانب. الأجانب ما يبنيش فريق، مش عايز، ما عندوش وقت يبني فريق يعني. مش هيصبروا على النادي، مش هيصبر عليه. وهي تختلف من نادي لنادي برضو. إذا كان نادي مثلا دايما بينافس على كل البطولات فما عندوش وقت ينتظر، فعايز يجيب لاعب جاهز عشان يحافظ على اسمه وعلى صناعته وعلى استثماراته. لاعب نادي مهم زي نادي مصر المقصة دايما بيحقق مركز متقدم. ما يمنعش انك بس برضو تدخل مع طبعا طبعا من الناشئين اللي طالعين من عندك او من الناس اللي بتشوفهم في 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 درجه. ده يتوقف على مدى نجاح قطاعات الناشئين والاكاديميات المختلفه في الانديه. الاجانب ما بيحبوش الكلام ده، عايز اللعيب الجاهز ولياقته كويسه وجاهز. المصريين بعضهم بيحب ده، بيقبل ده. منهم ايهاب جلال. منهم ايهاب جلال. بس واضح انه حضرتك بحب ايهاب جلال بشكل شخصي ست لو ما اقدرش انكر. انا بحب الناس كلها. مهذب قوي الكابتن ايهاب الحقيقه. انما ايهاب له يعني مكانه كده في قلبنا كلنا، مكانه كبيره. وايهاب انسان خلوق جدا، مدرب متميز كمان. مدرب متميز جدا، وعلى قديه احنا شفنا ايام كويسه قوي، وكنا شايلين من دماغنا تماما يعني قطع الكوره خلاص ايام موجود خلاص. عمل هزه يعني رحيله او كده؟ مش عايز اشك انه وسط الموسم يعني في وسط الموسم، مش عايز اشك ان ده بيخلق مشكله، ما نقدرش ننكر. لكن احنا دورنا على حد. بس انتوا كمان نجحتوا في التعاقد مع مدرب هايل الحقيقه، عظيمه. يا رب ان شاء الله ربنا يوفقه، واحنا املنا في ربنا كبير. وفيه يعني مدرب علمي، وانا بحترم قوي المدربين اللي بيعتمدوا على العلم والتطور والتطوير. صحيح. في الفريق وفي اسلوب اللعب، لان هي دي سمة الحياة التطوير يعني. مش هنقف طول صحيح. عمرنا صحيح. على طريقة لعب واحدة ولا لا. الدنيا اتغيرت، الكرة اتغيرت، ما احنا بنتابع الكرة العالمية يعني. شايف حضرتك الحقيقة يعني بنقعد نستمتع ازاي. طيب خلونا نعود لسيادة لو محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي المقصة، وهذا الحديث الحقيقة اللي من القلب بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام عبر شاشة قناة الأهلي. عودة إلى هذا الحوار الهادي والراقي مع القيمة الرياضية والإدارية الكبيرة السيد اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقصة اللي مشرفنا الليلة في البيت الكبير الحقيقة وفي قناة الأهلي بالطبع. أهلا وسهلا سيد اللواء محمد، برحب بحضرتك مجددا. إحنا مرينا كده مرور عابر على فكرة الكشافين أو اللجنة الفنية اللي النادي عاملها خاصة باكتشاف المواهب في المحافظات ودوري الدرجة الثالثة والرابعة وما إلى ذلك. ازاي الفكره دي جت والمجموعه اللي موجوده؟ واضح ان هم مجموعه مدربين كبار ومتميزين كلهم سيد لو محمد يعني. الحقيقه لا لا لا. الناس بتحب الكوره وعينيها كويسه. ما كانوش كبار، لا ده شباب صغير وبيعشقوا اللعبه وبيحبوا النادي. فكانوا بيشتغلوا معانا في نادي في 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 فريق المقصة اللي كنا بنلعب بيه في بطولة الشركات. ولما ما خدنا النادي انضموا له. هايل. وكانوا بيروحوا، هم كانوا لما كنا بنلعب في الشركات كانوا بيلفوا عايشوفوا لعيبة ويجيبوا لعيبة كويس. فلما اشتغلنا في مع النادي ابتدوا هم يلفوا ويدوروا على ويجيبوا بقى، جابوا ميدو جابر وجابوا حسين الشحات وجابوا محمد مسعد وكابوريا، يعني هم اللي لموا مجموعه من اللاعبين المغمورين تماما وجم وظهروا حتى الافارقه في نجاح لمصر المقاصه يعني. الحمد لله. إريك تراوري وغيره. إريك تراوري إريك تراوري برضو كانت عينينا وقعت عليه، مع انه ما كانش باين قوي مع اسوان. لكن حسينا ان الراجل ده فيه حاجه يعني. فدفعنا فلوس بتاعته وخدناه.
جون أنطوي كان في النادي الأهلي وللأسف من سوء حظه أنه ما تألق في مصر المقاصة بشكل كبير جدا، وكان بابع الفرق الثانية. يعني باولين فوافي من احسن لاعب الافارقه اللي جت مصر وعامل معانا تاريخ رائع. يعني نقدر نقول ان مصر مقصه الان ربما يكون في نادي او اتنين لاعبيهم اللي نشأوا في النادي او تم صقل مهاراتهم في النادي وجم من انديه اخرى هو اكتر نادي مصدر او مفرخ للاعبين الى الدوري دلوقتي ممتاز. طبعا الاسماعيلي ما حدش يقدر يقرب منه. وانبي والله في وقت كان عنده قطاع ناشئين هايل وخرج عدد كبير من اللاعبين، عنده قطاع ناشئين رائع. انبي برضو مشتغل بنفس السياسه، بس الاختلاف اللي بيننا وبينه وده ناتج ان احنا ما كانش عندنا قطاع ناشئين بمعنى قطاع ناشئين. النهارده بقى عندنا قطاع ناشئين وبقينا بنطلع من الناشئين عندنا. احنا في مع الفريق الاول في فريق الامل بيلعب مع بيتدرب مع الفريق الاول في مواعيد تدريب الفريق الاول، وبيروحوا يلعبوا ماتشاتهم مع الفرق السنيه مراحل السنيه ويرجعوا يتمرنوا مع الفريق الاول. والمدير الفني عينه عليهم. كمان احنا طبعا النادي الاهلي مش انحيازا، حضرتك عارف سياسته، يعني قطاع الناشئين ما شاء الله ما فيش تقريبا لاعب في، ما فيش نادي في الدوري الممتاز ما عندوش لاعب من النادي الاهلي من مواليد 99 و2000 وما الى ذلك. عندنا لانه بيبقى في صعوبه في اللعب للفريق الاول، فقطاعات الناشئين لما بتكون ناجحه او الرؤيه اللي موجوده في النادي في استقطاب لاعبين واعاده الانديه بالتاكيد بتفيد بيت الانديه سواء في اعارات او بالزبط. في بيع نهائيه لا النادي الاهلي بطل يبيع نهائيا. الاهلي بيعير علشان يشوف اللعيب ده لو ظهر هيرجع لو مستواه ما كانش لعب النادي الاهلي الامر مختلف شويه، الشخص بيبقى محتاج شخصيه وبيبقى محتاج صقل وفتره طويله طبعًا. هو لو موجود في الاهلي مش هيلعب، ممكن يكون عديكة البدلاء، فلما تيجي فرصه ان هو يلعب في نادي اخر فيتم صقله ويزداد خبراته ينضج زي ما بنقول ثم يعود للنادي الاهلي وتجارب كتير زي ما سمعت وتجارب ناجحه تجارب ناجحه جدا وكمان بتخلق نوع من التعاون بين الاهلي وبين كل بين الانديه عشان كده الحقيقه علاقه مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب بشكل خاص بكل انديه مصر في احسن صوره يعني. طيب عايز ارجع لفكره الزملاء نبهوني لفكره الاستقرار الاداري، لانه حضرتك برضه عرجت عليها كده في البدايه انه سبب من اسباب نجاح مصر المقاصه وسيروا على خطى الأندية الكبيرة سواء داخل مصر أو خارج مصر هو الاستقرار الإداري والفصل بين الإدارة وبين الجهاز الفني أو قطاع الكورة. هل ده منهج اللي هو محمد عبد السلام أصلا في حياته وفي عمله الاستثمار بالظبط، ولا حضرتك شايف أنه الرياضة كده فأنا لازم لا يعني ألعب بأدواتها زي ما بيقول يعني إلى حد كبير أنا دي طبيعتي أنا بتولى حاجة بدي لكل واحد اختصاصاته، ما بحبش المركزية أنا، لكن بحب أتناقش مع الناس وأسمع رأيها لكن أسيبهم ياخدوا قراراتهم. على كل واحد يتحمل مسؤوليته، أنا مش هقدر أتحمل مسؤولية الناس كلها. يعني في مثل إنجليزي بيقول master of everything is John of everything is master of none. فيعني مش هقدر اعمل كل حاجه ومش هقدر افهم كل حاجه. يعني انا ما اقدرش انكر ان في بعض التخصصات يفهمها الزملاء احسن مني طبعا، اهل البيت حاجه طبيعيه. وكان حاجه مجلس اداره استراتيجي بتبحث عن موارد، عن استقرار، عن اختيار الناس الاكفاء في اماكنهم وتعطي الفرصه للجميع يعمل يعني بالظبط كلهم في مجال تخصص. ما الجهاز الفني بقى ده قصه ثانيه وده يعني منعزل تماما عن بقيه ال وعشان كده انا كان عاجبني فكره الكابتن ايهاب جلال وتقدير المجلس وحضرتك الشخصي ليه ونجاحه الحقيقه وتجربته. حصل نوع من الرضا في التخلي عنه للاسماعيلي في هذه الظروف استاذ لو محمد يعني في نوع في حوار يعني يعني ما حصلش، وعلى الرغم من ان ده ممكن يعمل هزه لكن مصر المقاصه يعني ما وقفتش يعني قدام رغبته وفي نفس الوقت العلاقه الطيبه مع الاسماعيلي ومساعدته. العلاقه الطيبه مع الاسماعيلي واحساسنا بان النادي الاسماعيلي في ازمه بصراحه
واعتقد ان ناس كتير قوي في مصر ما هماش اسماعيلويه وما هماش يعني ناس اهلاويه وناس زملكاويه ومقصاويه يحبوا يساعدوا الاسماعيلي في كبوته دي لغايه ما يخرج، لان الاسماعيلي قيمه. عايز اقول لحضرتك ده نهج النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، وكان يعني يتمنى ان يقدم اي شيء لمساعده النادي الاسماعيلي. فالنادي الاسماعيلي من الانديه اللي كنا زمان كلنا كنا بنستمتع دراويش دول حاجه بالكوره بتاعتها متعه برازيل مصر. فلما يبقى في المركز ده، وخد بالك النادي الاسماعيلي هو اول نادي مصري كسب بطوله افريقيا. يعني هو اول نادي مصري كسب بطوله افريقيا، وده تاريخ بصراحه. ف يعني كلنا كنا حزنانين على، بالرغم ان انا وإيهاب جلال برضو قلبه متعلق شويه بالاسماعيلي طبعا. طبعا هو بيته يعني بيته اللي خرج منه راح طرف، وده يحسب ليه الحقيقه يعني طرف زي ما بنرفع القبعه تقديرا لمجلس الاداره والحضرتك، يعني الحقيقه برضو يحسب لإيهاب جلال. طبعا مش عايز اشك، لان دي مغامره ومخاطره انه يعني طبعا لا هو الاسماعيلي في ظروف دي يعني ما اعتقدش انه هيلاقي صعوبه، يعني ان شاء الله ربنا هيسهلها له لانه نيته كويسه. وبعدين اللعيبه اللي موجودين في نادي الاسماعيلي اللعيبه كلهم متميزين، يعني صحيح. معظم اللعيبه وعنده في كل المراكز لاعبين محتاجين يتربطوا بس ببعض. ان شاء الله يعني يعود الى سيرته الاولى ويمتعنا يعني ويخرج من افريقيا. يعني ده نادي كبير بنتمنى له كل التوفيق طبعا. طبعا طبعا يعني. طبعا يعني حققنا تاني الدوري مصر المقصه، كان 17 او 6 او 16 تقريبا 17 عشان اشتركت في دوري ابطال افريقيا 18 والفتره اللي فاتت الحقيقه ما كانش في صفقات كبيره ومدويه او عدد لاعبين كبار. الثقه في فكر ايهاب جلال كانت دافع دايما لتوفير هذا المناخ ليه، وحضرتك مش قلقان يعني بل بالعكس متوقع انه يحقق مركز متقدم في الدوري الاسماعيلي مصر المقاصة ان شاء الله الاسماعيلي يعود يعني. شوف انا حضرتك يعني الطموح بتاعنا سكاي ذا ليميت، انما طبعا لازم نعيش على الواقع. يعني احنا بنتمنى ان احنا ان شاء الله نبقى في المربع الذهبي هذا الموسم يعني باذن الله. عظيم، ربنا يوفق الكابتن عظيمه، و ونحن ثقتنا كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى ثم في كابتن عظيمه، بالرغم ان احنا ما نعرفوش من زمان، لكن من سيرته الذاتيه ومن اسلوب حديثه وفكره عظيمه. يعني مش مجامله لي، انا ما اعرفوش على المستوى الشخصي بس متابعته الحقيقه، ولما اشتغل فتره في النادي الاهلي كابن من ابناء الاهلي كل كان متنبئ لي بمستقبل في مجال، لانه هو حد متعلم ومثقف وبيطور من ادواته وعنده رؤيه وعنده طموح. فده كمان بيخليني اسال، راح نادي مصر مقصة ازاي؟ جبتوه ازاي يا سيد محمود؟ من المانيا، هو كان في المانيا. يعني هل اتعرض عليكم من وكيل مثلا لا ولا لا لا اداره التسويق عندكم؟ لا لا من واحد اهلاوي معانا. انا عارفه عصام سراج اكيد. عصام سراج قال يا جماعه ما نفكر في اسم عظيمه، انا كان تاه من دماغي. قلت له والله دي يعني دي فكره كويسه قوي. دلوقتي ممكن وهو كمان رحب لما حصل تواصل يعني. ما الراجل ما تاخرش اطلاقا بصراحه، والتفاوض معاه كان سهل جدا، ويا دوبك 4 5 ايام ووصل مصر، تولى مهمته رسميا. احنا اعتبارا من امس كان عندنا مؤتمر صحفي، وبعدين راح بقى طلع من المؤتمر الصحفي على الملعب على طول شغل، مفيش تضييع وقت. فلا عندنا ماتش يوم الجمعه، يعني هو هيتولى المسؤوليه في عز الموسم. يعني في عز الموسم، فالراجل يعني قابل التحدي. صحيح، يعني هو تحدي بالنسبه له. اي في ناس تانية تقول لك لا انا مش. هل في اي شروط في العقد او انتم طالبينه حتى بعيدا عن العقد بحاجه بتحقيق مركز طموح يعني؟ انا ما احبش اضغط على حد نفسيا او عصبيا. لا، ما سيب الناس تشتغل بهدوء، وكل يقدم ما اقصى ما المدير الفني عايز يكسب. مش مدير فني في الدنيا هتجيبه وهيبقى عايز يكسب. صحيح، استحاله. صحيح، طب سيبه بقى شوف فكره ايه وهو يفكر ازاي. لكن انا لما احط له بعض
النقط اللي ممكن الضغطة. تشد ضغطه ممكن يبقى صحيح. من الضغط ده يتصرف بطريقه خاطئه. فاحنا بنحاول نسيب الناس على راحتها. دايما بنقول انه الدوري الممتاز والفوز بيه لاصحاب النفس الطويل، يعني خصوصا في ظل كمان الظروف الغير العاديه والاستثنائيه اللي احنا بنعيشها السنتين الاخيره. امتى ممكن مصر المقاصه يحقق بطوله الدوري، او بتفكروا ازاي في هذا الموضوع؟ انا السؤال ده اتسال لي اول ما طلعنا الدوري الممتاز. فقلت الاتي، قلت يا جماعه كل مرحله لها مقومات بتاعتها. انا ما اقدرش اقول ان انا طموحي ان انا اكسب الدوري دلوقتي، لازم قدامي فتره زمنيه طويله لغايه ما يبقى الاساس بتاعي عندي من اللاعبين والامكانيات الفنيه اللي تمكنني من انافس الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك بس بصراحه باعتبارهم يعني قطبي الكره او قمتين، وهم اكثر الانديه فوزا يعني بالظبط. فانما بيت الانديه يعني ربنا يكرمنا معاها يعني ما فيهاش صعوبه. ف امتى بقى نوصل لده؟ دي حاجه في علم الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان احنا نوصل الى فرقه. بس هدف يعني او حلم بالنسبه طبعا للنادي اي نادي عنده هذا الحلم. اي نادي عنده هذا الحلم. ما فيش نادي بيحلم ان هو يبقى في المركز ال 15. طيب هل بس فكره الفوز بالبطولات يعني مش هو الهدف؟ يعني اعتقد كان في تصحيح لحضرتك، ما اعرفش حضرتك صحح لي، انه برضه فكره الجانب الاستثماري بلاعب نجيب لاعب. طبعا طبعا ما انا لو ما بفكرش في الاستثمار اقدر اصرف واجيب بقى اللعيبه واخد قبل ما النادي الاهلي ياخده، واخد عمرو السوليه على حسين شحات ما مشهوش، ميدو جابر ما مشهوش، الشيخ ما سيبش اللعيبه دي. فبالتالي انا لو عندي اللعيبه دي كلها اللي احنا بعناها لازم كنا نقلام. بس ما فيش هتقدر تستمر بدون الاستثمار بالظبط بالظبط. مفيش موارد. لا لا لازم نمشي. ما فيش نادي عنده موارد. خد بال حضرتك ان احنا لما حتى كان الجمهور بيخش الملاعب التذاكر الايراد التذاكر المباريات كلام فاضي. لما كلام مش فاضي داخل البث التلفزيوني مش كبير، الرعايات كله كلام فاضي. كله كلام فاضي. فطب ما النادي هيصرف منين؟ مفيش دعم من شباب رياضه ولا طيب يبقى النادي هيصرف منين؟ فالحل الوحيد ان احنا نعمل كده. فكنا بنضحي ونضطر بيه علشان نقدر نصرف على الفرقه ونخلي كل اللعيبه في تجربه كويس. كمان عن توأمه مع احدى الفرق، يبدو ان مصر المقاصه بيسعى لتقديم يعني بعض اللاعبين زي محمد صلاح. نشوف هل ممكن نشوف مصر المقاصه يقدم حاجه كده في اوروبا، وايه قصه التوأمه دي مع الانديه الاوروبيه او مع احدى الانديه الاوروبيه ست لمحمد؟ يعني احنا مع سبورتنج لشبون هايل، فريق هايل، برتغال. عملنا معاهم ميموراندوم اندرستاندينج، وبعدين مضينا عقد لاشرافهم على الناشئين. لان انا بحب ادي العيش لخبازه. يعني سبورتنج لشبونه هو تاني اكبر نادي بيقدم ناشئين في العالم. سبورتنج لشبونه طبعا تاني اكبر نادي. ملاحظ جدا انه عدد المواهب البرتغاليه المنتشره في الدوريات الخمس الكبرى وبالذات في الدوري الانجليزي عدد مهول. كلهم فحضرتك حتى كنت تشوف تشكيل المنتخب مؤخرا وهو بيلعب بقياده رونالدو سواء بقى فرنانديز ديوجو جوتا، عدد كبير جدا من اللاعبين المتميزين كلهم طالعين من سبورتنج لشبونه. هو ايه السر اللي هناك؟ دراسه تجربه. هو لا سبورتنج لشبونه نادي اعتمد على ده، على انه يلف افريقيا ويلف العالم كله ويطلع ياخد ناشئين عيال صغيرين في لغايه سن 17 18 سنه وياخدهم ويثقلهم ويأهلهم ويعودهم على الجو الاوروبي، ويشوف مين اللي يقدر يعيش في الجو ده وقادر على انه يبقى عنده جلد وينافس، وبعدين يبيعه بعد كده ويبيعه بقى باسعار عاليه كويس اللي تمكنه من انه يصرف على الباقي. انتوا عجبتكم الفكره بقى ودرستوها بالظبط بالظبط. فسبورتنج لشبونه احنا بنشتغل معاه. طبعا موضوع الكورونا ده وقف
الدنيا شوية مش قادرين ييجوا يشتغلوا معنا في الناشئين، لكن احنا ماضيين معهم عقد ان هم ييجوا هم يجوا بصوا انتم ممكن ترشحوا لهم حد ست لهم حد. لا هم اللي بعنيهم بعنيهم. انا ما فضلش ان انا ارشح لان احنا الرؤى بتختلف والعاطفة شوية بتفتنا يعني. بالضبط كده فندم. يعني احنا يعني قد نرى حد لكن هو قد يرى حد احنا من وجهة نظرنا اقل، بس في امكانيات تمكنه من انه يلعب هناك عندهم. فبسيبهم هم يجوا، وهم جم قبل كده واختاروا مجموعة لعيبة وقلنا لهم خلاص تلات لعيبة وهنسافروا. كورونا قطعت للأسف الشديد فوقفت الدنيا. انما اللعيبة اللي هم اختاروها احنا كنا لو قالوا لنا اختاروا لنا كنا هنختار نفس اللعيبة. طب كويس هذا التوافق في الرؤى يعني. يعني توافق في الرؤى فيهم كويس. مميزات في اتفاق على المميزات او الصفات اللي بيتمتعوا بيها بالظبط يعني. بالظبط. فدي ده حاجه ان شاء الله لما الدنيا تهدى شويه والوباء ده يخف عن الشعوب كلها يا رب باذن الله ترجع الدنيا تمشي زي ما كانت ونمشي احنا. يعني برضو من ضمن الحاجات اللي كنا بنعملها ان احنا نعمل نادي مصري في اربع دول في افريقيا تخرجوا بره مصر. اه والنادي المصري ده يحمل اسم مصر المخصصه ولا مش ضروره؟ انا في اطار التوسع برضه والاستثمار وكده المصري. نادي المصري مصر المخصصه ولا كان في مستثمرين او انديه اخرى تشاركوا الفكره؟ لا ورحنا ولفينا وشفنا الدول ديت وبعت مجموعة من الزملاء راحوا وقابلوا وزراء شباب الرياضة والفكرة عجبت الناس وقالوا خلاص تعالوا هنديكوا الأرض مجانا بس انتوا تجهزوها وانتوا. فده مشروع برضو احنا شغالين فيه النهاردة بس الحمد لله مجلس الوزراء وافق على ان احنا ننفذ الموضوع ده في عظيم. احنا نادي شباب رياضه فلازم وزاره الشباب توافق. طيب. لازم مجلس الوزراء يوافق. طبعا. طيب سؤال شخصي شويه مسيت لو حضرتك نخرج من المستوى ده من الحوار يعني رغم من نجاحات حضرتك الحقيقه وحب الناس ليك وزي ما حضرتك بتقول دايما والحقيقه نحن شهود على هذا لم يحدث ابدا خلاف بين حضرتك وبين اي من عناصر او اللعبه او المنظومه يعني ليه فكرت في وقت من الاوقات تستقيل وتترك المجلس؟ الحقيقه مصر المقاصه كانت الراعي وبعدين انا سبت كالشركه سبت شركه مصر المقاصه وجاء احد الزملاء تولى جاء من بره تولى المكان. فهو من وجهة نظره أن الرياضة دي بعيدة عن مجالهم فمش عايز كورة فوقف الموضوع. كان بيفكر يوقف نشاط أصلا. وقف خلاص وقف. ما بطل يمول. فإحنا كنادي دورنا على ممول على 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 حد يجي يرعى الشركة راعي تاني. فجه ما جبنا جه راعي فانا قدمت استقالتي لان انا ادبيا وذوقيا تدي فرصه للراعي ادي فرصه للراعي هو يدير بمعرفته هو اللي هيصرف والفلوس دي بتاعته فالنجاح والفشل هو اللي هيتحمله يعني ماديا يعني. فحبيت ان انا اترك له المكان هو يدير ويتولى مسؤولياته. انما طبعا يعني هم كل المجلس والراعي رفضوا تمسكوا فانا رضخت لهم يعني ما قدرتش. وعندهم حق طبعا الحقيقه يعني وجود حضرتك اضافه كبيره جدا يعني. الله يخليك. طيب برضه بنتهز الفرصه وباخد راحتك في موضوع قديم جديد زي ما بنقول او قديم متجدد يعني فكره انديه الشركات والانديه الجماهيريه وسر نجاح انديه الشركات او قدرتها على الصمود والانديه التابعه للمؤسسات وهذا الانهيار اللي احنا شايفينه في الانديه الجماهيريه مش بس الاسماعيلي يعني اعتقد مصر كمان عنده مشاكل في انديه غابت زي المحله وزي المنصوره يعني
بلد مهمة، عاصمة لمحافظة الآلية، 7-8 مليون نسمة، طنطا طالع نازل، ما فيش حد من الصعيد. يعني في مشكلة بالنسبة للأندية الجماهيرية، وما نقصش على الأهلي والزمالك لظروف تاريخية زي ما حضرتك تفضلت. يعني هل ظهور أندية شركات هو السبب في الانهيار لأندية ولا خالص؟ بالعكس، أندية الشركات حفزت بقية الأندية إنها تشتغل. نادي المقاصة ما هوش نادي شركة. في الوقت الراهن كان قبل كده نادي شركة؟ لا لا خالص، عمره ما كان نادي شركة. عمره لا لا، شباب ورياضة. يعني كانت الشركة بس بترعاه أو بت بس من احنا دخلنا كنا بنرعى النادي. ما فيش نادي، ما فيش أي نادي فيك يا مصر ينفع يتباع. ودي مشكلة على فكرة. ودي مشكلة. أنا بس قانون الاستثمار وقانون الرياضة الجديد بقى بيسمح بموضوع الشركات. تخيل حضرتك شركة الكورة، شركة الكورة حاجة والنادي حاجة تانية. تخيل حضرتك ما هو أهم حاجة في أي نادي هي الكورة والأندية بره. وبعدين الأمر بيعود بقى القانون الرياضة وكمان لائحة النظام الأساسي لكل نادي. يعني نادي الأهلي نص وكان حريص في لائحة النظام الأساسي خاص بتاعه إنه شركة الكورة تكون مملوكة للنادي وله حق إدارة 51%. لك عندك شك إن القرآن حد يقدر يغير فيه؟ لا طبعا، ده نص منزل يعني. الله ينور عليك. لكن ما دون ذلك سهل التعديل. اي دستور طبعا بيتعدل. طبعا طبعا، كل ما هو منتج بشري قابل للتعديل. بالظبط يعني. بالظبط. انت النهارده لما نيجي نبص لاي دوله، تعال نروح للصين. الصين الصين كانت فين في الدورات الاولمبيه؟ كانت في اخر الجدول في الدورات الاوروبيه. لما فتحت الصين ابوابها للقطاع الخاص وسمحت بالشركات والانديه الخاصه، الصين النهارده بتنافس على انها تكسب الدوره الاولمبيه، بتبقى في جدول الدوره الاولمبيه الثاني الثالث كبير من الميداليات. اي الولايات المتحده الامريكيه، عندها شباب ورياضه؟ عندها حاجه اسمها شباب ورياضه؟ لا طبعا. عندها حاجه اسمها نادي تبع الحكومه؟ عندها انديه ومدارس، حاجه مهوله في الحقيقه يعني، في كل الضواحي، في المدن الصغيره، في الاحياء. الانديه دي عشان دايما تلاقي كده العاب القوى، السله. الانديه دي بتاعت مين؟ بتاعت ناس، بتاعت مستثمرين. مستثمرين. القطاع الخاص يجب أن يكون له دور كبير في هذا الموضوع. ما ينفعش إطلاقا أن الدولة تفضل تطبطب وتدعم. دعم إزاي؟ ما يعني مش دور الدولة. لا لا لا، الدولة عندها يعني حضرتك مع الاستثمار وفكرة بيع الأندية بس مش خصخصتها، أو على الأقل الشركات تديرها وملاك يعني. ولو تخصخصت الأندية، نفترض ان الانديه تخصخص، تخيل النادي الاهلي ده لو تخصخص يدخل خزينه الدوله، ما هي اللي بتبيع، يدخل خزينه الدوله قد ايه؟ رقم 9 أصفار وانت طالع. لانه شوف جمهوره اللي يحب يشتري براند تجاري وفريق عظيم يعني. طبعا هو النادي الاهلي او نادي الزمالك او الانديه حتى المصري او ده اللي حصل مثلا في الدوري الانجليزي يعني. مباع تقريبا معظم الانديه لشركات ولملاك ولاشخاص. بالظبط. ويعني احنا عندنا في 3 مصريين دلوقتي بتمتلكوا انديه. عندنا السيد ناصف ساويرس، استون فيلا، وعلام اسمه علام. علام عنده نادي هال. هال سيتي. هال سيتي. والنادي الثالث بسم الله الرحمن الرحيم مش قادر اتذكر. في 3 أندية النهارده بيمتلكها 3 مصريين رجال اعمال في الدوري الانجليزي او في انجلترا يعني. في الفايد. الفايد في الدوري الانجليزي، وثلاثه مصريين يملكوا النادي. فالنهارده قادرين انهم يصرفوا، قادرين انهم يطوروا. صحيح. شوف بقى منتخباتهم توصل لايه، واللعيبه والتدريب يبقى ازاي، والامكانيات
الفنية اللي تبقى موجودة في الجيم بتاع النادي يبقى شكلها ايه، مراكز التدريب والمراكز التدريب والاستادات الكبيرة. انا رحت استاد مانشستر يونايتد، كنا بنعمل شركة في الوقت ده بتاعت امن ملاعب، امن ملاعب، وكان الاهلي هيخش معايا فيها وسابولي الموضوع علشان ندرسه، وطلعنا فعلا درسنا وعملنا ورحنا زرنا واتفقنا مع شركة في انجلترا علشان تبقى هي تيجي تشاركنا وتبقى بتدير في البداية كويس عشان نتعلم. نتعلم طبعا مش عيب نحن نتعلم. فرحنا نتفرج على ماتش في مانشستر يونايتد في مانشستر. فدخلنا ايه الملعب المساحه اللي بره الاستاد اللي متصوره وكلها مطاعم وبارات وسوبر ماركت ومقاهي وحياه، يعني انت رايح فسحه. وعشان كده الجمهور ما بيدخلش غير قبل الماتش ب 20 دقيقه بالظبط، كل واحد عارف رقم. وده اللي انا كنت هقوله لك. يوم ممتع. احنا رحنا الساعه، وصلنا الساعه 11 كان لسه ما حدش دخل. الساعه 12 البيبان اتفتحت، البيبان البرانيه اتفتحت، كل الناس دخلت قاعدين بيهرجوا بيشربوا وبيعملوا بيتعشوا وبيتغدوا قصدي، وبيدخلوا الماركت اللي موجود اللي بيبيع الحاجات الخاصه بالنادي طبعا والساعه 3 الا تلت كل واحد يروح على الكرسي. انا طلعنا بقى قعدنا الاستاد فاضي. الله الاستاد فاضي الساعه 3 الا تلت. المهم التلت ساعه زي ما حضرتك قلت كل واحد كان على كرسي. صحيح صحيح. المهم انا بسال الراجل اللي مسؤول عن الامن، قلت له طب انت بتاخد فلوسك ازاي يعني قال لي لا انا لما بخلص الماتش بقدم بيل للنادي فاتوره. لان قلت له ليه في اختلافات يعني بين قال لي طبعا في كل نادي له درجه مخاطر معينه، فانا بتعامل على درجه المخاطر، فالناس اللي انا بجيبهم عشان يخشوا يامنوا الماتش ممكن عددهم يختلف من طبعًا. نادي ونوعياتهم ومستوى تدريبهم بالظبط. فما ده فقلت له طب اللي بتاخده مني؟ قال لي شو من شو انت شايف الجمهور قد ايه؟ قلت له قال لي كل واحد دافع التذكره ب 50 يورو و100 يورو و200 يورو 50 جنيه سليني بلد كامله زي برشلونه واقليم كامل زي كاتالونيا قائم على نادي برشلونه وسياحه 17 مليون بيزوروا هذه المدينه عشان خاطر نادي برشلونه. شوف نادي برشلونه وجماله والحاجات اللي عاملها، وتدخل تقضي يوم وتدفع قد كده وانت خارج وتشتري من وتشتري من كل حاجه. فهي دي الرياضه الافكار والاستثمار. الامريكا النهارده متفوقه جدا في مجال التنس لكثره عدد انديه التنس بس اللي موجوده. صحيح. فعندهم الانديه في انديه متخصصه سكواش زي ما عندنا دلوقتي، ده الجامعات هناك بتدي سكواش شبل للولاد المتفوقين وبياخدوا اولادنا يعني طبعا. طب خليني ست اللي هو محمد استاذنك في اخر فصل ونعود لنختتم هذا الحوار الراقي يعني فيما تبقى لدينا من وقت 10 دقائق تقريبا. انا مستمتع الحقيقه بست اللي هو محمد عبد السلام. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. حوار لا ينقصه الصراحة الحقيقة وله أبعاد كبيرة وكثيرة حول فكرة الاستثمار الرياضي والنجاح الإداري بنتعرف عليها أو بنستلهمها الحقيقة من قيمة رياضية كبيرة. وسيادة اليوم محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة اللي مشرفنا النادي، أنتوا هتغيروا صحيح لاسم مقاصة الفريق يا فندم؟ يعني هو في فكرة بعد ما الشركة علشان ما نبقاش يعني مرتبطين صحيح لكن مش هنبعد عن الاسم يعني الشعار بتاعنا زي ما هو بدل مصر يبقى مثلا مقاصة الفيوم أو الفيوم أو الشعار زي ما هو بالظبط. في هيكلة في النادي انتوا كمان يعني كلفتوا عصام سراج بمتحدث رسمي بالاضافه لدوره كمدير تسويق. هو كان موجود معانا لكن كلف بانه يبقى متحدث رسمي بالاضافه اللي عمله كمدير تسويق. يعني عصام من الناس العاقله المتزنه اللي له علاقات طيبه جدا
وشاطر يعني احنا يعني هو مكسب يعني خدام النادي الاهلي طبعا. من عارف. وبعدين عصام مؤهل وحريص على تطوير نفسه اعتقد عمل ماجستير وخد دكتوراه ويعني لا حاجه يعني مشرفه او هادي الطباع واشتغل بمنهجيه علميه بالظبط. فكره حسن الاختيار ده شيء مهم قوي يا استاذ لو محمد، يعني اعتقد انه القائد او الاداره يعني اللي توفق فيها في اختيار بيبقى توفيق من ربنا، توفيق من ربنا سبحانه وتعالى يعني توفيق من ربنا هو اللي بيوجهنا. وليد هويدي مدير الكوره من الشخصيات ايضا المحترمه جوه النادي الاهلي وبيقوم بدور كبير الحقيقه. اهلاوي اهلاوي ولا هو اهلاوي اصلا؟ طبعا أهلاوي. طيب ما تقول لنا الو، هو معانا على الهاتف يعني ابن مساء الخير كابتن وليد. حضرتك تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين ومعالي اللواء محمد عبد السلام. احنا مسهرينك تشوف الحوار ولا انت كنت نايم بقى؟ الناس الرياضيين بيناموا بدري. لا انا والله لسه طالع من المجلس التنفيذي في المحافظه حاليا دلوقتي، لسه مخلص من 5 دقايق. ربنا يكرمك. احنا الحقيقه اتكلمنا كتير مع سياده اللواء محمد عن النجاح الاداري وعن فكره اللامركزيه في العمل، وانه مجلس الاداره برئاسته يعني بيعطي كامل الصلاحيات للجهاز الفني، وعشان كده مصر المقاصه دايما بيمشي بخطى ثابته وبيحقق يعني نتائج طيبه ومركز متقدم في الدوله. الى اي مدى الجهاز مترابط دلوقتي، خصوصا انتوا عندكم تغيير في المدير الفني كابتن وليد؟ وعايزك بصراحه شديده يعني انا عارف انك رجل صادق، يعني رايك في سياده محمد عبد السلام في طريقه ادارته للمنظومه؟ يعني انت بتحرجه طبعا. احنا في البدايه انا يمكن بشكر سياده اللواء على تجديد الثقه فينا، ويمكن اللواء محمد عبد السلام بيضرب مثل فعلا في نجاح الاداره اللامركزيه، بيدي لكل واحد فعلا اختصاصاته وبيوفر فعلا بقى مناسبة للإبداع، دي يمكن بقولها من زمان يعني. تاني حاجة يمكن إن حضرتك إن الجهاز الإداري هو يمكن أنا بعتبر هو الأمن القومي بتاع الفريق. طبعًا. يمكن حضرتك تلاقي اللي هو محمد محافظ على الجهاز الإداري من ساعة النادي إلى الآن، عشان كده الحمد لله تلاقي العمود الأساسي للفريق موجود، الجهاز موجود، اللي بيتغير ساعات الاداره الفنيه. تاني حاجه التغييرات ما بتبقاش عشوائيه، بتبقى على حسب سياسه النادي وتحقيق اهداف النادي، عشان كده تلاقي حضرتك في اختيارات ما بتبقاش خارج نطاق التوقعات اللي بتبقى موجوده في المواقع، لان انت لان السكت اللي هو ولجنه الكوره بتختار اللي بيحقق اهداف النادي الاستثماريه. عظيم عظيم. انتوا عندكم ماتش مع سموحه يوم 17، ويا دوب الكابتن محمد عبد العظيم قاد تمرين ولا حاجه، يعني مستعدين ومطمئنين؟ يوم 2/4. يوم 2/4 يوم الجمعه بتهيألي؟ الجمعه يا فندم. ما انا قلت جمعه. ده ما فيش وقت يعني. بس هو طبعا الفريق موجود زي ما هو ان شاء الله، وطبعا يمكن الكابتن عبد العظيم كابتن محمد عبد العظيم طبعا كان متابع الفريق في الفتره اللي فاتت، ويمكن حتى انطباعاته الاوليه كويسه عن الفرقه. هو صرح وقال انه المقاصه بتمتلك مجموعه ممتازه من اللاعبين يعني. كابتن وليد انا بشكرك. الو. طيب يبدو ان الخط اتقطع. وليد هويدي مدير الكره بالمقاصه الحقيقه من الشخصيات الناجحه داخل النادي، قال حاجه مهمه قوي سيد محمد احنا بنتكلم فيها طول الوقت، انه لو محمد بيطلق ابداعات الناس يعني بيدي فرصه للناس مش بس تمارس العمل لكن تبدع كمان، وده تعبير جميل الحقيقه يعني انا بقف قدامه يعني. زي ما قلت حضرتك انا ما بحب مش من مدرسه المركزيه. انا من مدرسه اللامركزيه. ادي كل واحد شغله وانا بتفرج عليهم من بعيد. ولا اتدخل لما الاقي ان هناك احتياج للتدخل. لما الشخص بيبقى موجود انا مستفيد بحاجتين في هذا الموضوع. نمره واحد انا بعلم. طبعا خبرات التاريخ طويل. مش هبقى موجود بكره في حد ممكن يبقى من الزملاء دول هو اللي موجود فيبقى بيتعلم. صحيح. فممارسته واحساسه بثقه في نفسه انه بيقدر ياخد قرار بتؤهله ده بتؤهله وبتعلمه.
الحاجة التانية انه يبقى علاقاته مع زملائه، لان مفيش حد بيشتغل لوحده، مفيش ادارة من الادارات بيشتغل لوحدها، كل الادارات مربطة ببعضها. فالادارات كلها لما تتعامل مع بعض يبقى في انسيابية في المعلومة، وفي انسيابية في الـ في الـ في اتخاذ القرار. وبالتالي نقدر نوصل كلنا الى قرار هو الى حد كبير هو الاصوب. صحيح. يعني في اتجاه الصواب بنسبه كبيره، يعني طالما اتبعت الاسس والمعايير يعني في اتخاذ القرار بيبقى في توفيق من ربنا. وبعدين يعني بنقعد مع بعض كل فتره زمنيه كده بسيطه مش كبيره، وندردش ونشوف مشاكلنا ايه وازاي نساعد بعض في حلها. ويعني حضرتك مش هتدخل انتخابات اتحاد الكوره ولا حاجه؟ هو لغايه دلوقتي ما بفكرش بصراحه. يعني لغايه دلوقتي مش ما انا مش عارف مين اللي ليه. هل المناخ زي ما حضرتك شجعت يعني قلت قبل كده مش مشجع المناخ، فكره الجمعيه العموميه، الظروف اللي بنمر بيها؟ يعني الجمعيه العموميه دلوقتي عددها قل. ولكن حضرتك مع ولا ضد فكره التقليص؟ لا دي مع طبعا. يعني مع احترامي الشديد وحبي الشديد لمراكز الشباب، مع احترامي الشديد وحبي الشديد لمراكز الشباب، انما ممكن يتعمل لهم كيان تاني. وممكن يبقوا موجودين اعضاء في الجمعيه العموميه بس ما لهمش حق في التصويت. داخل بالك. لكن مش ممكن الصوت اللي بتلعب في دوري ممتاز ودوري الدرجه الاولى بتاع الثانيه النادي الاهلي يبقى يماثل صوت لمركز شباب، اي مركز شباب، اي مركز شباب، مركز شباب بلدنا في المنصوره، في يعني ما يعني حجم كبير، فرق في الحجم كبير قوي. فانا ما عنديش اي مشكله ان كلهم يبقوا اعضاء جماعه عموميه ويجوا ويقولوا رايهم ونسمع لهم، لكن في التصويت يبقى ما لهمش تصويت. لان يعني ما ينفعش ان الاصوات تتساوى بالتاريخ وبالحجم وبالهدف. النادي الكوره هدفه هي كره القدم. صحيح. مركز الشباب هو دوره دور مجتمعي اخرى. طبعا دور مجتمعي اكتر منه دور رياضي. واخد بال حضرتك؟ لا انا محتاج عشان كده هما بينافسوش في ما بيشاركوش في منافسات. بالظبط بالظبط. يعني كلها ممارسات في يعني دوري. الوزاره بعمل لهم دوري كويس قوي الحقيقه. بس بيسمحوا فيه انه لعيبه الانديه تشارك. يعني انا عندي مركز شباب معظم الولاد بيلعبوا في انديه وبنجمعهم يلعبوا في دوري مركز الشباب. فانا مش عارف ايه يعني. يعني طبعا احترامي شديد لمراكز الشباب، وانا يعني الفكره نفسها فكره جميله جدا لانها فكره بتخدم المجتمع اللي هو موجود فيه. طبعا يعني لولا هذه مراكز الشباب كان الناس في القرى والمدن الصغيره عظيم متنفس عظيم وده حق الناس. يعني طبعا. لا وبعدين والحقيقه مراكز الشباب مصلحه عظيمه جدا الفتره الاخيره، مصلحه للانديه لانهم بيلعبوا هيجيبوهم من مراكز الشباب. بالظبط. امتى هنشوف لجنه الانديه المحترفه؟ مش المفترض هي اللي تدير المنظومه الرياضيه في مصر؟ بتوجعني قوي. انا اتمنى اشوفها قبل ما ربنا يفتكرني. لا ربنا يديك صحه طول العمر يا فندم. يعني اتمنى اشوفها قبل ما ربنا يفتكرني. ما الاعمار ما لهاش علاقه يعني. وايه اللي معوق؟ انا مش عارف يعني. انا مش عارف يعني انا مش عارف. انا ما عنديش فكره ليه اجلوها السنه دي، ما اعرفش. طب يعني كنتوا انشاتوها وسبتوها تحط القواعد واللوائح بتاعتها لانها. انما انت النهارده لما تيجي في اول السنه الجايه وتقول ايه انا هجيب لجنه الانديه، طيب ماشي اختاروا لجنه الانديه. نمره واحد، ما فيش اعضاء من مجلس الاداره ممكن يبقوا في مجلس اداره اللجنه، في مجلس اداره الرابطه ما ينفعش. لازم تيجي واحد من بره. يعني النادي يرشح حد من بره. النادي يرشح اي واحد. برضه ماشي، ده ما فيش مشكله، دي سهله يعني. ما هي سهله بس ليه؟ ايه الهدف؟ ايه الهدف؟ يعني ما مش عايز اللي يعني هو محمد عبد السلام، ومش عايز الكابتن محمود الخطيب، ومش عايز مرتضى منصور، ومش عايز
فيعني اهداف مش ما هياش يعني اهداف شخصيه ما ينفعش. يعني نتمنى مع الانتخابات اللي منتظر اجراءها يكون الاتحاد القادم عنده القدره ان شاء الله ان هو يخرج اللجنه دي للنور. يعني العالم كله عنده النهارده رابطه انديه وهي اللي بتدير الدوري ولا صلاحيات رابطه الانديه اللي عندنا بتحط توصيات لمجلس الاداره. فما بقتش لا ما بقتش رابطه انديه. موضوع محتاج نظره. انا مبسوط جدا وشرفتيني. انا اسعد الحقيقه عودتي بعد الاجازه انه يكون في حوار راقي وهادف مع قيمه كبيره زي حضرتك. ده شيء يطلق صدورنا في البيت الكبير وفي قناه النادي الاهلي يعني خليك. والنادي الاهلي بشكل عام يعني كل التحيه سياده الاعضاء محمد عبد السلام. انا بشكرك. شكر تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الساده اعضاء مجلس الاداره وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب. سلامي وتحياتي له. شكرك. ويا رب النادي الاهلي يتوفق في مباراته القادمه مع المريخ ونفرح بيه كده ونفخر بيه ان شاء الله. فهم. شكرا جزيلا. لا الأخيرة. بشكركم مشاهدينا الكرام باذن الله. بكره لقاء جديد مع زملائي في البيت الكبير. الى اللقاء.